كما كشف الشمري عن قرارات اللجنة التحقيقية بحادث حريق الحمدانية التي أوصت باعتبار ضحايا الحمدانية شهداء ومتابعة توقيف المتهمين بالتنسيق مع القضاء، موضحا أن اللجنة توصي بإعفاء مدير بلدية الحمدانية بسبب التقصير مع إحالته إلى القضاء، وإعفاء مدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى وإحالته إلى القضاء، وإعفاء مدير الكهرباء في الحمدانية بعد تقصيره وإحالته للقضاء، وإعفاء مدير قسم الإطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني وتشكيل مجلس تحقيقي. الحقيقة اللجنة توصلت إلى التوصيات التالية: 1. توصي اللجنة باعتبار ضحايا الحادث شهداء وشمولهم بقانون مؤسسة الشهداء كونهم أقلية دينية، وللتخفيف عن كاهل ذويهم ولتعرضهم إلى فاجعة مؤلمة، وكذلك لدعمهم من قبل الحكومة والمجتمع وتقديم الدعم المادي للجرحى من مكافآت مالية ومعالجتهم على نفقة الدولة داخل وخارج العراق وحسب طبيعة الإصابة وتحديد الجهات التي تتبنى الموضوع وتشكيل لجان مختصة من الوزارات المعنية لهذا الغرض. 2. متابعة توقيف المتهمين في القضية ونتائج التحقيق بالتنسيق مع القضاء، ومتابعة تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية لحين اكتساب الشفاء التام وإحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاؤهم العادل. 3. إعفاء قائم مقام قضاء الحمدانية المدعو عصام بهنام متي من منصبه، وذلك لثبوت تقصيره وإهماله وعدم قيامه بواجباته الوظيفية وإحالته للمحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقا للقانون. 4. إعفاء مدير بلدية قضاء الحمدانية المدعو رامي خضر بولس موسى من منصبه، وذلك لثبوت تقصيره وإهماله وعدم قيامه بواجباته الوظيفية وإحالته للمحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقا للقانون. 5. إعفاء مدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى المدعو ظبيان خليل إبراهيم من منصبه، وذلك لثبوت تقصيره وإهماله وعدم قيامه بواجباته الوظيفية وإحالته للمحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقا للقانون. 6. إعفاء مدير مركز صيانة كهرباء الحمدانية المدعو رائد الصيفو بحو من منصبه، وذلك لثبوت تقصيره وإهماله وعدم متابعته قيامه بواجباته الوظيفية وحالته للمحكمة المختصة لاتخاذ إجراءات القانونية بحقه وفقا للقانون.